الغربية بس بالشوكولاتة وجوز الهند والكراميل. طيب أول حاجة عايزين نعملها إيه بقى؟ عايزين نحط برضو اللبن بتاعنا هنا، وهخلي برضو شوية للنشا. تمام؟ طيب أنا هسيب ده يغلي على النار. هنعمل إيه بقى إحنا في الوقت ده؟ شوية بقى في تغييرات في الوصفة دي، هخلي ده يغلي. تمام؟ نقول مع بعض المقادير: 4 كوبايات لبن، 4 أصابع شوكولاتة بجوز الهند، أي نوع شوكولاتة بجوز الهند، 250 جرام شوكولاتة عادية، 2 معلقة كبيرة كاكاو، 3 معالق كبار نشا، علبة لبن مكثف محلى، وللوش عايزين شوكولاتة مبشورة، وعايزين شوكولاتة بجوز الهند أو حطوا اللي انتوا عايزينه، بس شوكولاتة بجوز الهند يعني مهم نحطها على الوش. طيب هسيب اللبن ده يغلي، وهاخد النشا اللي عندنا هحطه. أنا حاطة نشا أقل من المفروض يتحط. ليه؟ هو لأن أنا هربط المهلبية مش بالنشا بس، بالنشا وكمان بالشوكولاتة. احنا حاطين 250 جرام شوكولاتة يعني مكسرة مبشورة، وهناخد الكاكاو كمان نحطه. تمام كده. دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ هناخد الشوكولاتة اللي عندنا هحطها هنا، وهناخد من دول برضو 4 أصابع وهقطعهم واحطهم هنا، وهم هيسيحوا مع اللبن ومع الشوكولاتة اللي احنا حطيناها. علبة لبن مكثف محلى النوع اللي انتوا بتحبوه، وحطيتها في حلة على النار. عندكم اختيارين: يا اما حلة عادية وساعتها لازم احط الحلة فيها مية واحط اللبن المكثف المحلى واخلي المية فوق مستوى الحلة واسيبها على النار من 2 لساعتين وربع على النار، او بحطها في حلة الضغط بتقعد من ساعة ما تبتدي تغلي بس نص ساعة. ده بيخلي عندي بدل ما بيبقى لبن مكثف محلى بيبقى كراميل. بقى عندنا كراميل او توفي، هنقلب كده لغاية ما يبتدي. احنا شوكولاتة عندنا ساحت، ناقص بس الشوكولاتة اللي بجوز الهند هي اللي شوية لانها متماسكة من جوه. فاحنا حاطين نشا قليل زي ما قلنا، لان عندنا الشوكولاتة هي كمان يعني عندي عاملين ربط في مهلبية الشوكولاتة بتاعتنا، الشوكولاتة والنشا مش بس النشا. يعني عامة احنا بنحط لكل كوباية من اللبن بنحط معلقة نشا كبيرة. المرة دي حاطين اقل عشان الشوكولاتة هتساعدني اربط المهلبية. خلاص دلوقتي هاخد بقى الخليط بتاعي واحطه بالتقليب. هنقلب بقى لغاية ما تبتدي تغلي. ناخد بقى زي ما قلنا الكراميل ده ونحط تحت كده في القاع تقريبا معلقة كبيرة في كل واحد، ونوزعه كده نزقزقه كده بالمعلقة نزقه. هناخد دلوقتي المهلبية بتاعتنا نحطها هنا. دلوقتي بقطع الشوكولاتة اللي بجوز الهند علشان ايه؟ علشان نحطها على وش المهلبية بتاعتنا، مهلبية الشوكولاتة وجوز الهند والكراميل. نحط شوية كده مبشورة هنا. وناخد الشوكولاتة كده نحطها